ورجعنا لكم مره تانية على الهواء مباشره. ويمكن اتكلمت في بدايه الحلقه ان في ايفنت هيكون موجود في اسكندريه اسمه تكنيك سامت، ومفروض ان الايفنت ده هيشهد وجود اساتذه عالميين وقاده ومحاضرين في مجال التكنولوجي وكمان رجال اعمال، ومفروض ان هم مفروض يعني يكشفون عن احدث ابتكارات التكنولوجيا، ومفروض المؤتمر كمان سيكون بمثابه فرصه كبيره لتجمع العديد من الشركات العالميه الرئيسيه في مجال التكنولوجيا. ومفروض الحدث او الايفنت ده هيكون يوم 24 و25 اكتوبر تحت شعار تكنولوجيا ابتكار موهبه وتحت رعايه محافظه اسكندريه. ومعانا ريم جبق احد منظمي الايفنت ومحمد الدلال. صباح الخير. صباح النور واهلا بيكم ومنورينا في نهارك سعيد ومسي قوي على ان انتوا جيتوا من اسكندريه. ثانك يو. كل ده وخلونا نبدا على طول ونتكلم بشكل عام عن المؤتمر واهدافه. تمام. هو تكني صامت اول سنه يتعمل ان شاء الله يبقى ايفنت سنوي. تمام. الفكره بتاعت الايفنت ان احنا بنخلق بلاتفورم بيربط ما بين زي ما حضرتك قلتي رجال الاعمال ورياده الاعمال للشباب والتكنولوجيا كمحاضرات او كبانل ديسكشنز، وبنعمل خلق ما بين البرايفت سيكتور والبابليك سيكتور ورياده الاعمال في مصر في المجال التكنولوجي. تمام. انتوا ريم بقالكم قد ايه بتحضروا الايفنت؟ احنا بقالنا بتاع 3 شهور دلوقتي بنحضر فيه، بس طبعا الوقت اللي هو اول اكتوبر ده احنا بنجري فيه عشان نلحق، لانه خلاص المؤتمر يوم 24 و25 وهيبتدي يوصلوا المتحدثين من بره واي ناس بنشتغل معاهم من بره هيبتدوا من يوم 22 23 يوصلوا، فيا دوب بنحضر لهم لحاجاتهم عشان قبل ما يجوا. المؤتمر مفروض ان هو يوم 25 و26 تحت رعايه محافظه اسكندريه. 24 و25 24 تحت رعايه محافظه الاسكندريه ان شاء الله. خلينا نتكلم كمان، انت من وجهه نظرك محمد شايف ان الايفنت ازاي هيدي فرصه للتواصل وفتح افاق جديده للتعاون التجاري ما بين مختلف الاطراف المشاركه، يعني ما بين الشباب وما بين رجال الاعمال المشاركين او ما بين كمان المتحدثين اللي هيجوا من بره. وجود حضور من اكتر من 18 دوله. هي. تمام. واكتر من 4 قارات يعني. فسواء على مستوى المحاضرين يعني من اول يوروب من اول امريكا، ناس جايه من افريقيا، ناس جايه تعرض من تونس من الامارات من لحاجات من لحد الهند. تمام. فوجود ان احنا نجيب رواد اعمال من الاماكن دي كلها. تمام. يتعرفوا على رواد الاعمال في المجال ده في مصر. تمام. فانت كده اولا بتعملي كونكتنج ما بين الانتربرينورز. صحيح. تمام. بتعرفيهم بتشوفوا حاجات مختلفه، خبرات، بيكتسبوا خبرات من بعض. غير ان احنا معانا اكتر من 30 محاضر من بره برضو. هي. بره مصر. فده برضو يعني مع المحاضرين المصريين على ما يتحطوا على بانل ديسكشنز او يكلموا او يبقى في كونكتنج ما بين الناس دي، غير وجود طبعا رجال الاعمال او الشركات العالميه اللي سواء لها وجود في مصر او اللي ما لهاش وجود وجايه على الايفنت بس. ده بيقرب كل الناس دي، بيكونكت الناس دي ببعض. اكيد هيبقى في بروجكتس، اكيد هيبقى في مشاريع مختلفه جوينت بروجكتس ما بينهم. هي دي فكره ان احنا ازاي بنكونكت الناس دي ما بينهم. فكره الالتقاء الفكري عامه، يعني فكره الناس اللي بتروح تاخد كورسز بره او تاخد عامه اي ماجستيرات من بره، بيبقى فكره انك تحتك بحد بره وتعرف بيفكر ازاي، ده متهيألي مهم جدا. بالظبط. فهو ده حاجه من المين جولز المؤتمر بيقدمها. تمام. ريم قولي لي، تفتكري دور رجال الاعمال في المؤتمر وازاي هيساهموا في مساعده الشركات الناشئه واللي لسه بتبدا؟ يعني احنا عاملين لهم مكان كبلاتفورم ان يجوا فيه كل الشركات الناشئه يعرضوا افكارهم. هيبقى عندنا زي فكرتين، بنفكر ان الشباب اللي عندهم افكار يطلعوا يظهروا افكارهم ويقولوا افكارهم. دي هتبقى مسابقه صغيره ان بحس ان الحد اللي فكرته ناجحه وليها مستقبل انه حد هيتبناها، هتبقى مثلا ايه ليها برايز او ليها جايزه صغيره. بالنسبه للشركات اللي اوريدي ناشئه وليها شغل عندها هتطلع برضو تعرض فكرتها على مسرح معين، وهيبقى في بانل و ناس قاعده بتشوف شغلهم عامل ازاي، وفي شركات مقدمه ان هي تتبنى مثلا مشروعهم ويقدروا يكملوا، او المستثمرين برضو اللي موجودين اللي يلاقي مثلا مشروع عجبه او هو عايز يتبناه عنده في شركته هياخد المشروع ويتبناه. فدي فكره هايله بصراحه للشباب واي حد عنده شركه ناشئه صغيره. صحيح. حلو جدا. مزبوط. احنا معانا دلوقتي على البلازما ده الويب سايت. والويب سايت بتاعكم بالظبط هو دلوقتي زي ما ريم اتكلمت، ده التو كومبيتيشنز او تو تراكس اللي عندنا للمسابقات لرياده الاعمال. في بقى المحاضرات، عندنا اكتر من 50 محاضر على مدار يومين. ممكن لما ننزلهم نشوفهم لما ننزل في يعني لو دخلنا دلوقتي على technisummit.com الويب سايت بتاعنا، هو هتبقى كل السبيكرز والمحاضرين موجودين عليهم. هتنزل ابديت الاجنده بتاعتنا ان شاء الله في خلال الاسبوعين الجايين قبل الايفنت.
تمام. ده من بعض السبونسرز دول، مثلا انترناشونال سبيكر، الناس جايه من فيسبوك، من مايكروسوفت، من كل البراندز، الناس كل الشركات العالميه بتحب تسمع الاسامي بتاعتها حوالين كل الناس دي مصر. جايين عشان مجال البيزنس كمان، المثال الاسماء دي ليها ثقل يعني، هي تكنولوجي يعني الاذر سايد منه، سواء بيزنس سواء ميديا سواء يعني اي سيكتور، التكنولوجي بيكفر الموضوع ده. كل دول الناس المشاركين، كل دول المحاضرين، محاضرين بالظبط. تمام. احنا وي ار تارجتنج اكتر من 2000 مشارك في اسكندريه او من مصر او من مصر العالم ان شاء الله، اكتر يعني كمان ان شاء الله. طب خلينا نقول ان المفروض ان الايفنت هيعقد في مكتبه اسكندريه، ليه تم اختيار مكتبه اسكندريه عشان يعقد فيها المؤتمر؟ مكتبه اسكندريه معروفه من يعني من كمكتبه قبل ما التجديد وقبل اي حاجه، هي مناره علم طبعا. واسكندريه كانت عاصمه، واسكندريه من اكثر المدن الساحليه الجميله في مصر، تمام. ومدينه سياحيه من الطراز الاول يعني، فاحنا محتاجين نرجع السياحه تاني، تمام. محتاجين ان احنا كمناره كايكون لمناره العلم في مصر كمكتبه اسكندريه تبقى فيها ايفنت بالحجم ده، من اكبر الاماكن اللي ممكن تتعمل فيها يتنظم فيها مؤتمر عالمي، ولها بوزيشن عالمي كبير قوي يعني كمكتبه اسكندريه. صحيح. طيب خليني ابرز الاسماء في المجال التكنولوجي اللي مشاركه في المؤتمر، خلينا نعرضه. انا عارفه ان احنا شفنا الصور، بس خلينا نقول ابرز الاسامي وابرز الحاجات اللي قاموا بيها، عشان بالنسبه لي كحد عايز اشارك في المؤتمر لما اسمع الاسم ده في المجال في مجال التكنولوجيا هقول انا لازم اروح واستفيد باللي بيحصل. مثلا يعني في مثلا ناس جي ام جنرال مانجر بتاع مايكروسوفت ميدل ايست، تمام، اسم كبير طبعا مايكروسوفت. دكتور احمد درويش معانا، ستارت ابس كتير قوي من بره مصر، من فيسبوك جايين، من فيسبوك اميره رشاد، تامر رشاد، يعني في اسامي كتيره جدا من البراندز الانترناشونال او المالتي ناشونالز اللي في التكنولوجي، ناس من اركاتيل، ناس من اريكسون، يعني كل ما هو محيط بالتكنولوجيا او بالانتربرينورز في مصر هيبقوا موجودين. خلينا رايكم ازاي حدث زي ده او ايفنت زي ده هيأثر ايجابيا على مجال التكنولوجي بالذات في الشرق الاوسط؟ وجود حاج ايفنت بالحجم ده في الشرق الاوسط ما كانش باين قوي بالستراكتور ده. طبعا في ايفنتس على مستوى الشرق الاوسط موجوده، وفي ايفنتس طلابيه كتيره، بس ايفنت ده مش طلابي او مش ايفنت عادي، اتس انترناشونال ايفنت بالحجم ده في مصر اللي بيربط ما بين كل السيكتورز اللي احنا بنتكلم فيها، ده تقريبا مش موجود. وعلى مستوى الشرق الاوسط تقريبا يعني من هيبقى من اكبر الايفنتات، لما ان شاء الله يبقى سنوي من بدايه من كل سنه. عشان كده انا كنت ده اللي بفكر فيه، انه حدث زي ده وحدث مهم جدا وحدث شبابي وفي نفس الوقت بيواكب العصر والتكنولوجيا، فكره ان انا يبقى عندي حدث زي ده وبيتم لاول مره في مصر ومحافظه الاسكندريه، اكيد هيكون ليه بوزيتيف سايد على المجال بتاعي، أكيد. مجال التكنولوجي ومجالنا كمصر، ان انا يبقى عندي كل الاسامي الكبيره دي كلها وموجوده في الايفنت بتاعي، اكيد هيأثر يعني الحاجات اللي انتوا متهيألي يعني الحاجات اللي انتوا علشانها عملتوا المؤتمر ده اسبابه، يعني انتوا ما جيتوا تفكروا ان انتوا تعملوا مؤتمر زي ده، كان ايه الاسباب اللي دفعتكم ان انتوا تعملوا مؤتمر زي ده؟ احنا كنا عايزين نجيب انه في ناس كتيره عندها افكار بالظبط، في مستثمرين، في رجال اعمال، فكنا عايزين نعمل حته كومن او ناس يقدروا يشاركوا رايهم ويشاركوا بعملهم مع بعض. زياده عن كده ان احنا عملنا بارتنرنج مع شركات كتيره ومع ناس كتيره مختلفه في مجالات مختلفه، ان كان في التكنولوجي او البيزنس، كان في احجز لي، كان في حاجات عالميه زي حاجه تبع World Economic Forum، كان في Global Shapers، كان في ناس مختلفة، حبينا ان احنا نجيب partners من مجالات مختلفة نجمعهم مع بعض في مكان واحد، كل واحد فينا يضيف خبرته في الحتة اللي هو فيها، بحيث ان احنا ننمي المؤتمر وتبقى حاجة كبيرة، تبقى حاجة فعلا ما حصلتش قبل كده في مصر. طب محمد، انت ليه شايف ان احنا في مصر هنا ما بنديش اهتمام قوي للتكنولوجي او الابتكارات الشباب والابتكارات الشباب الجديدة في هذا المجال يعني؟ هي فعلا يعني الكلام ده لحد اخر سنتين ثلاثه الدنيا ابتدت تتجه شويه ناحيه، لما وجدنا ان التكنولوجيا داخله معانا في كل حاجه طبعاً، في اي مجال. صحيح. فحتى في الميديا سيكتور عندكم هنا، فابتدينا الاتجاه يتجه اكتر لرعايه التكنولوجيا، لرعايه رواد الاعمال، ابتدى يبقى في ايفنتس كتيره بتحصل على في التو سيكتورز دول، سواء على التكنولوجي بس او على رياده الاعمال بس، في كبزنس سيكتور من اي مجال حتى غير التكنولوجي. يمكن بحجم الايفنت ده ما كانش موجود، بس اعتقد ان احنا ده خطوات، وده يعني ده حاجه بتحملنا ان احنا لازم الايفنت ده يطلع بالشكل اللي احنا متصورينه، وكل سنه يبقى فيه احسن منه ونجدد طبعا فيه، تمام، عشان نقدر نغطي الفجوه اللي موجوده في البوينت دي. اكيد الحكومه اكيد ليها دور، صحيح، يعني دور أكيد. في
للاهتمام بالتكنولوجي في مصر؟ يعني اكيد ما اعرفش بقى في بيروقراطيه في حاجات معينه، هل في حاجات انت في انك في هذا المجال شايف انه لا والله دبي عندها تجربه مختلفه، لا اليابان عندها طبعا كوكب اليابان يعني، بس بس انا بتكلم انه اكيد في حاجات انت من احتكاكك بره او بتشوف اسواق بره او بتكلم مع ناس اكيد شايف ان احنا في حاجات بتنقصنا عشان نقدر نوصل، نبقى اتليست بنحاول على قد ما نقدر نوصل لهذا المستوى. محتاجين نعمل نشتغل اكتر على رياده الاعمال، وان احنا نديهم سبورت اكتر سواء بقى حكومات سواء برايفت سيكتور. تمام، قوانين مثلا، قوانين تسهيل لشغلهم، تسهيل للشركات اللي بيعملوها، سبورت مادي، سبورت معنوي. مثلا الحاجات دي ابتدت تشتغل فيها وزاره الاتصالات ولها بروجكتس مع كتيره في الموضوع ده، بس محتاجين احنا عددنا اكتر، يعني عدد الشباب اللي محتاجين او اللي بيفكروا او الخريجين اللي عايزين يشتغلوا في السيكتور ده كبير قوي، فاحنا محتاجين نشتغل معاهم اكتر يعني. اوكي طيب، خليني اعرف مني كريم، ازاي يقدر يداروا الشباب ان هم يشاركوا معاكم في المؤتمر ويوصلوا لكم ازاي لو عايزين؟ احنا نزلنا الويب سايت بس عايز اعرف ازاي الناس ممكن تقدر تتواصل معاكم لو حابين يشاركوا. بصي احنا عندنا مبدئيا هو الويب سايت بتاعنا اللي احنا عرضناه. حاجه تانية طبعا عندنا بيج على الفيسبوك وعندنا ايميل برده موجود احنا حاطينه على الويب سايت، يحبوا يبعتوا لنا ايميل لو عايزين يسالونا على اي حاجه. وطريقه المشاركه والتيكتس وكل حاجه موجوده على الويب سايت. وطبعا انت عارفه زي الشباب بيحبوا قوي يدخلوا على فيسبوك، احنا برده لينا الفيسبوك بتاعتنا بنفس اسم الويب سايت، فممكن يوصلوا لنا عن طريقه او عن طريق الفيسبوك. اوكي حلو كده. طيب قولي يا محمد، تحبي ايه تضيفه تاني عن المؤتمر؟ يعني لو هتكلم عن المؤتمر تكني سمت، ايه اللي تحب تاني ان انت تضيفه عن المؤتمر؟ انا ممكن اسامري اب المؤتمر تاني، ان احنا عندنا اكتر من 50 محاضر سواء من بره مصر ومعظمهم من بره مصر والباقي من مصر. تمام. الشركات المشاركه عددها قد ايه؟ شركات المشاركه اكتر من 15 35 شركه. تمام، مشاركه معانا 35 بلس، يعني لسه في نيجوشيشنز اكتر. تمام، مستنين حضور من مصر وخارج مصر. التيكتس اونلاين بقى لها 10 ايام والحمد لله في حضور كتير جاي من اكتر من 18 دوله. شغالين ان احنا يعني ان شاء الله بنسعى ان يبقى ايفنت انترناشونال باسم مصر، يشرف يعني يشرف ايكون مصر، وان هي تبقى بذره بدايه جديده ان يبقى الايفنت ده انولي، ايفنت سنوي بيتحدث كل اكتوبر ان شاء الله. تمام، في اسكندريه. بنسعى ان وجود ايكو سيستم والتنمية الايكو سيستم ما بين رياده الاعمال وما بين التكنولوجي وما بين البرايفت سيكتور وما بين الحكومات وما بين الجفرمنت الايشوز كلها. تمام. هل في اي تواصل ما بينكم وما بين اي مؤسسه ثانيه من مؤسسات الدوله هتكون، ولا هو ايفنت نقدر نقوله برايفت ملوش اي علاقه باي حاجه؟ الايفنت تحت رحايه محافظه الاسكندريه، فده هيوج يعني جفرمنتال سيكتور. تمام، المحافظه طالعه حاجه زي كده. لا بتكلم على يعني مثلا اي شركات اخرى، اي حاجه يعني احنا بنيجي نتكلم دلوقتي على دور الحكومه، وكنا بنتكلم على فكره ان لازم يكون في تنسيق وفي فكره، فهل في حد ممثل مثلا من الحاجات والله احنا عندنا مشاكل في كذا عندنا مشاكل في كذا؟ كده كده في دعاوي اتبعتت لكل الجهات في القريه الذكيه او تيك او انتي ار اي وزاره الاتصالات وكده، وان شاء الله في انتظار وانتظار وجودهم معانا ان شاء الله. اوكي طيب ريم، قولي لنا بقى بما ان احنا دلوقتي كمان خلاص يعني فاضل كام يوم على الايفنت اللي جاي؟ ثلاث اسابيع. بصي عارفه وعدى كويس قوي. طيب في طبعا بتجروا على قدم وساق عشان تلحقوا تحضروا، بس قولي بس الايام اللي جايه كلها هتبقى اجندتك عليها ايه، او لو او اولوياتك للفتره اللي جايه هتكون ايه؟ اولوياتنا طبعا احنا بنحاول نشد معانا اللي هم الستارت ابس او الشركات الناشئه قدر المستطاع. بنحاول نخلي البلاتفورم كويسه جدا ليهم، بحيث ان هم يحبوا ان هم يشاركوا. زي ما كنت بقول لك يعني عندنا مسابقتين لحد دلوقتي عايزين نزود، بحس ان هم يتشجعوا اكتر ان هم يشاركوا معانا. بنحاول يعني الناس كمان هتعرض ابتكاراتها التكنولوجيه ولا مجرد بس الافكار بتاعتها لافكار الشركات؟ الاثنين يعني احنا عاملين الاثنين، الفكره واللي عنده اصلا الشركه ناشئه صغيره وعايز ينميها، فاحنا عندنا للاثنين. بنحاول ان احنا نحتوي اللي عنده بس فكره او اللي عنده شركه اوريدي. صحيح. بلس بنحاول نطلع لهم مثلا ايه، في ناس تيجي تتكلم اللي عندها شركه ونجحت يجي يعرض افكاره، طب هو كان عنده المشكله دي ازاي عداها ازاي. ده مهم قوي لان ناس كتير اما بتيجي تبتدي البيزنس بتاعها وبالذات لوحده بيبقى عنده مشكله دايما انه عايز يسمع خبرات من حد تاني ازاي يقدر ان هو يكمل. فدي عاملاه من ناحيتين برده، هيبقى في زي ما كان محمد بيقول اللي هم المتحدثين، في منهم برده في مجال رواد الاعمال، فممكن ينصحوهم طبعا ازاي يمشوا لقدام، عندهم مشكله يعملوا ايه. فبنحاول قدر المستطاع يعني في الفتره دي ان احنا نركز على الستارت ابس او اللي هي الشركات الناشئه، ان احنا ننشطهم معانا وان هم يشاركوا معانا اكتر حاجه،
وفي نفس الوقت بقى عارفه اخر ترتيبات مع المتحدثين اللي جايين من بره، بنظبط حاجاتهم جايه امتى، لو الاجندات خلاص هتتعرض قريب على الويب سايت بتاعنا، فاللي هو الفاينل تاتشز زي ما بيقولوا، حاجات اللمسات الاخيره قبل المؤتمر ما يبتدي ان شاء الله. اخترت انتوا الاسكندر المقدوني هو الرمز؟ اسكندريه طبعا، اسكندريه. اسكندريه جميله. طيب خليني اشكركم، محمد الدلال احد منظمي تكنيك سامت، وريم جبق احد منظمي تكنيك سامت. شفت قلت لسه صح ازاي؟ نورتونا جدا من اسكندريه وبشكركم. في انتظاركم ان شاء الله. في ان شاء الله كلكم ان شاء الله عنا بالمؤتمر. اتمنى كمان ان احنا يكون لنا لقاء تاني بعد المؤتمر نتكلم فيه بقى عن عملت في المؤتمر بالظبط، وان شاء الله مزيد من يعني من النجاح والتالق باذن الله. ربنا يوفقكم. ميرسي. 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 سعيد والله ما بشوف شباب حلوه كده وعندهم افكار حلوه لبناء مصر، لان الحكومه مش تعمل كل حاجه واحنا مش لوحدنا يعني. ففي نفس الوقت بنشكركم بجد على مجهودكم لتنميه مصر وتنميه المجتمع، فلان الشباب هم الامل يعني. اشكركم. ميرسي لك. فاصل سريع ونكمل معاكم بقى اللقاء باقي فقراتنا مع اشرف.